شات رياكشن. السبعة زيرو بوندانا. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو اخرى مع اخوكم شات. وي ار باك اجين رياكشن تراك من الالبوم ديال السبعة تون. شبعان كوبي رايت الالبوم ما كراتش ليكم, بغيت ندير الالبوم ولكن شبعان كوبي رايت. وخل فهمتي الهيد ديال الموسيقى بعيد على الراب, واخا قلنا ماشي مشكل نقدروا نديروا التراكات اللي ماشي عند السبعة تون. ديجا التاريخ ديالو كيخليك دير الموسيقى ديالو واخا يكون الهيد ماشي راب, غير هو الكوبي رايت. الكوبي رايت يعذبك الا درتي البوم كامل غادي يعذبك. سو غنديروا تراك بتراك الا خرج هو الكليبات, نشوفوا الكليبات اللي غادي يخرج السبعة تون. ومن بعد الا بقى شي تراك ما دارش ليه كليب نقدروا نرجعوا ليه ولا شي حاجه, ما عليناش. سبعة تون يلا حط كليب لزيرو, ندخلوا نشوفوا التراك. كي انا باقي ما تمزكتش الالبوم صراحه, باقي ما سمعتش الالبوم, سو غادي نكتشف معكم. عرفت الهيد ديال الالبوم كيفاش داير, مي ندخلوا نشوفوا زيرو كي داير, نشوفوا الكليب اللي غادي اللي داير ليه كي داير. هذا مكان ارنا اخويا مستر سباتون 7. باين التراك باين من الفاشة ديال السبعة تون. التراك كيفاش غادي يكون باين, فهمت شو هاد الملامح؟ كاين شوية ما بين الحزن, ما بين الحسرة, ما بين الحيرة, وما بين الذكريات وال هاد النقطة اللي كيرجع لها ديما السبعة تون وكتعجبني, كتقال هادي ديال كيحكم عليك بنادم بلا ما يعرف, وهذا غلط كنديرو كاملين فهمتي. كنديرو هادشي في الانسان, غير هي الخيبة انك تبقى حاكم على بنادم. تقد من الشوفة الاولى تقد تكون واحد الفكرة, ولكن خاصك ما تتعامل مع بنادم بهذيك الفكرة تتأكد بان الفكرة عندك صحيحة ولا لا. لي زوين هو الضربة اللي غادا كتزاد دابا, عاوتاني غادي يتزاد نورمالمون, خاص يتزاد واحد لانستري اخر. كانت غادا بشويه غادا بشويه كتطلع كل مرة كيزادك شويه ديال لي زانستري. هاد ما تزيدينيش كيتفكرنا فهاد الساط وهاد لامي الجيريا كان خدام معايا. والله فاش كطرى شي لعيبه ديال شي حاجه انورمال ولا شي كيقول لك ما تزيدليش, ديما ما تزيدش لي حاجه على حاجه, ما تزيدليش. كان كيسطيني اش كيقول حتى البيضاء داك الشيء اللي كان كيقول ما تزيدنيش يا دنيا صافي بارك, ما تزيدليش حاجه على حاجه. هادي جو بونس كيقولها في الجيريكشن, ما تزيدليش صافي ما تش. حيت حنا عندنا واحد المعنى ديال ماشي هو هذاك. الكليب يبقى غادي بحال هكا, تبقى بحال هكا هو وغادي في الطوموبيل. ما عرفتش واش جرين سكرين هذا, واش دايرين ديك اللعيبه الخضراء وغير هادشي, غير ولا نيت غادي في الطوموبيل كليبا بحال هكا مشدود هو وغادي كيتسرك له الطوموبيل.
صافا فكرة ما عرفتش تخيلت انا كليب تحالت تكون شي حاجة اخرى. اللي زوين في سبعات شون هو انه فاش كي تفاد السيل هذا انا واخا كيبان لي انا كنظن ان سبعات شون مرتاح اكثر في هذا السيل هذا حيت ديجا هما كان ساسوا هو ساسوا بزاف ديال الناس جينيراسيون ديال بلال وهاد الموسيقى بلوس ديال بلال هذه ماشي راي هذا السيل ديال بلال شحال ما غادي يقول لك لا بلال تا هو كيغني الراي وي في شي تراكات وني هذا السيل تعرف به بلال سو سبعات شون كيرتاح في هذا الهيت هذايا وعزيز عليه وجو بونس غادي يتعمق في هذا السيل هذا غيبقى يدير وكاين بزاف ديال الناس اللي عزيز عليهم هذا السيل هذا كما ديجا قلت انا ما كنت مزكش لهذا الشيء ماشي غنمشي نقلب له ولكن فاش كيخدم شي بلاصه كيعجبني هذا السيل كله كيشوف غفر روحه باش كيعجبك عاوتاني ابار مرتاح فهادشي حتى الكتبه كتكون موزونه الكتبه كتكون فهمتي غاده ولا بغيتي هاد التراكات هادو كتكون فيهم كتبه بلال كان معروف بانه الكتبه ديالو مسمومه كيكتب كتبه مسمومه اللي كتمشي فهمتي كتمشي كتريزون الا كنت عايش شي هيج بحال داكشي اللي كيدوي عليه غادي تلونك والله خليني ناسي بدو خنشف لي والله عشنا في أدوار مشينا فوق خيط رقيق يا سلام بشاخ والله برافو لسبعاتهم برافو للفرداء برافو لبزاف ديال الناس اللي تقاتلوا مع الوقت شحال من واحد صافي لاشا كان دابا كنحتار ما تسيدد حيت غادي الحلم ديالو داكشي اللي كان باغي من صغرو ما لاشاوش بزاف ديال الناس عوجوا غلباتهم الوقت برافو سبعتهم الناس اللي تقاتلوا ودير بلاصتو مع الوقت الصعيبه والله خليني ناسي بدو خنشف لي غير مصطع والله راسي بارك على سبعاتهم صافي خدا سبعاتهم مسكين عطيه السافد شويه من داك الشيء والله غنقولوا نعاودها برافو لهاد السيد هذا فين وصل للخدمه اللي دار وبرافو شكون اللي طاح على هاد الفكرة هادي ديال الكليب بحال هكا الكليب بهاد الهيج بحال هكا بهاد التوشي هادو صاغيست اوريجينال معمر شي واحد ما دارها بحال هكا فهمتي راه ماشي غير تصويرة ماشي تصويرة ديالو فهمتي هو كاين وهذا بالهيج وزادو الكلمات تمايا معمرو ما دارها سي بيان الصيف والشطيح والعراسات والتوشيات هادشي اللي كيخدم هادشي اللي كيخدم وهادشي فيه اللعاقة خاصو يدبر على راسو كنقولها ونعاودها ما تكعاوش على الفنان ديالكم الا بغى يدبر على راسو ولا بغى يعيش ولا كان كيرتاح في هاد الموسيقى هادي وهاد الهيت هذا الله يسهل عليه
نايس جميل جميل. في نفس الهيئة ديال السبعة تون في نفس الهيئة بيبالي بلاليستا ستايل السيل ديال بلال. انا كنقول ما كنقولش الصراحه ما كنبغيش نسميها هادشي فريمون راي كنسميه فريمون السيل ديال بلال. حيت واخا هكاك بلال فاش كنت كنتصنت ليه كنت كنحس بان عنده واحد السيل ديفيرون على مامي خالد على الناس اللي كانوا محسنين اللي معروفين بواحد الراي اخر. بلال كان عنده واحد الهيت ديالو كتلقى ديما كاين واحد السيناتور ديال بلال. سو هذا هو الهيت اللي غادي فيه سبعتون وغادي به مزيان. كيخرج تراكات زوينين كيكتب كتبه واعره كتسونا مع التراك ديالو كتبقى تسونا مع الصوت. قد تكون فان ديال هاد الموسيقى ولا ماشي ديالو ولكن ملي غتخدم هاد الموسيقى غادي تعجبك. عندي عشتاني بزاف اللي كيعجبهم هاد السيل ديال السبعتون. سو برافو السبعتون تحيه لي فان ديالهم لي فان اللي عاجبو هاد الهيت هذا. اي بيان سير انا غير كنقول مره الواحد ما يغبرش على داكشي اللي بان به في الاول. مره يرجع للاندر جراوند يضربك بشي واحد شي تراك روي با بحال هكا قديمه ولا شي حاجه باش عاوتاني دير شويه ديال الخطر لي فان. هذا ما كان. شكرا الناس ولي فان ديال السبعات اللي تفرجوا معنا حتى الاخر. خليو شي كومونتير وشي لايك اي بيان سور تابونوا معنا ونتلاقاو في فيديو جديد.